السلام عليكم، أنا حاليا في أكادير واللي بغى يتحرك عندي واحد الخدمة كتطلب جهاز حاسوب كمبيوتر ب50 درهم النهار. الخدمة غادي تكون غير في الدار وغادي تخلص بالنهار وغادي تجلس غير في الدار، غتخش من الدار غتخدم نهار كامل وغتاك واحد المهمة وغتخلص فيها. انا حاليا في اكادير، اللي بغى يتلاقى بيا وبغى يخدم هذه الخدمه هذه يتصل بيا في الهاتف باش نقول له فين كاين. شكرا.